اليوم غادي نتكلموا على ما بعد عيد الأضحى. نعم. والتغذية السليمة دائما فخلال هذه الأيام هذه. فبطبيعة الحال يعني من بعد الذبح ديال الأضحية كاين هناك اللحم في الدار. اللحم بطبيعة الحال خاصو يتستهلك، فالاستهلاك ديال اللحم بطبيعة الحال احنا ماشي ضد الاستهلاك ديال اللحم، ولكن احنا مع تقنين الاستهلاك ديالو والاستهلاك ديالو بطرق اللي تكون معقولة واللي ما تأديش إلى مشكل من المشاكل. فالاستهلاك ديال اللحم بطبيعة الحال كاين هناك مجموعة ديال النقاط، كاين هناك مجموعة ديال الأمور، كاين هناك مجموعة ديال القواعد اللي خصنا اننا نحترموها، اللي خصنا اننا نطبقوها، اللي خصنا اننا نديروها باش ما نطيحوش في النتيجه العكسيه. اشنو هي هاد النقط ولا شنو هي هاد الامور اللي خصنا نطبقوا فيما يخص الاستهلاك ديال الاغذيه ولا ديال اللحم خلال ايام ديال عيد الاضحى؟ واولا تنعرفوا بان تولي استهلاك مفرط ديال اللحم خلال هاد الايام هادي، يعني الفطور باللحم، الغداء باللحم، ما بين الفطور والغداء كاين اللحم، عاوتاني العشيه نفس الشيء، عاوتاني في العشاء، وبالتالي تنقدروا ندخلوا واحد الكميه كبيره من اللحم في اليوم. تشتاق الحوت والدجاج والخضر طبعا. انا نعم. كما قلت هذيك المره الاخرى. نعم. كيف ما تنوجدوا الماء عندي العيد نعم. كبير تنوجدوا القطبان، نوجدوا الفخر، نوجدوا كذلك ستوك ديالنا ديال الخضره. نعم. ديال الفواكه وديال الاسماك. صح، يعني فمن الافضل يعني ما نتناولوش ثلاث وجبات كلها رئيسيه في اليوم تكون عباره عن لحم، لان هذا اكيد عنده اضرار. النقطه الثانيه هو ان مع تناول اللحم خاص يكون كذلك اغذيه اخرى، يعني للاسف اننا تنبعدوا على الخضر، بعض الاحيان تنبعدوا حتى على الفواكه، وهذه مساله اللي هي خاطئه. وهنا في الايام ديال عيد الاضحى يعني دائما نبداو، هذه مساله تنقولها خارج ايام عيد الاضحى ولكن خصوصا في ايام عيد الاضحى ضروري نبداو بالفواكه هي الاولى، ونبداو بالخضر كذلك ما طيباش، لان هذه هي الاغذيه اللي غادي تساعدنا باش نتخلصوا من هذاك الكوليسترول اللي غادي ندخلوا بشكل كبير عن طريق تناول هذيك الكميه الكبيره ديال الحليب. انا جو فوا مال ان الناس يبداو بالفواكه قبل من البلفاف مثلا، ولا قبل ضروري التفاحه. شوف باش غناخذ التفاحه مثلا، ولا غناخذ ليمونه، ولا غناخذ هنديه، راه ما تيطلبش وقت كبير، تيطلب واحد المده اللي هي صغيره بسيطه. فنقدر تبسيط الهنديه، كل واحد غير هنديته ولا كل واحد غير فكرته ولا كل واحد. نعم. هندية موجودة هاد اليوم. نعم الحمد لله، الحمد لله الخير موجود. فالخبز مثلا، الخبز ضروري خصو يدار ديال الشعير أولا بالنخالة، هذه النقطة الأولى، وتزادوا فيه بعض الحبوب، الكمون، الزنجلان، زريعة الكتان. علاش غنزيدوا فيه هاد الحبوب؟ لأن مني غادي نزيد فيه هاد الحبوب هي كذلك حبوب اللي غادي تساعدني باش أنني نقلل ونقص من نسبة الكوليسترول داخل الجسم ديالي. لهذا فخصنا نحاولوا ما أمكن أننا نديروا، حيت مني تناخذ الفواكه والخضر قبل الوجبة، وغندير الخبز غني بالألياف، اللي غندير فيه ديال الشعير ولا غندير فيه النخالة وغندير فيه هاد الحبوب، وغادي نتناول كمية قليلة من اللحم، هنا غنتفادى مجموعة المشاكل اللي تقدر ترتبني عن طريق الاستهلاك المفرط ديال اللحم، لأن أمراض الجهاز الهضمي تتوقع كذلك في هذه الفترة ديال عيد الأضحى، لأن تنتناولوا بكميات كبيرة من البروتينات، والبروتينات هي صعبة في الهضم ديالها، وبالتالي الجهاز الهضمي تيبذل مجهود كبير باش أنه يهضمها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك مشكل القبض، الأغلبية تعانيون من هذه المشكلة ديال القبض خلال هذه الفترة هذه، والسبب ديالو عدم وجود كميات كافية من الألياف الغذائية، وكذلك الناس ما تبقاوش يتمشاو، هذا كذلك موضوع اخر. فقلت ان الاستهلاك ديال اللحم مره او مرتين على الاكثر في اليوم، وحتى ملي نكونوا غنستهلكوا خصنا نفهموا واحد المساله، لان كاين تنحطوا كميات كبيره ديال اللحم وتتناولوا كميات كبيره في الوجبه، خصنا نعرفوا بان الجسم راه الا خديتي تاخذ كيلو راه غياخذ غير داكشي اللي محتاجه، داكشي الاخر كله غيخرج، فلا داعي باش اننا ناخذ كميات كبيره في وجبه واحده. انا اللي تنصح به المستمعين الكرام هي ان ما نساوش الشهيوات المغربيه ديالنا، شويه زعلوك، شويه تكتوكه، شويه ديال الباربه بالبصله، شويه الخزو بالليمون، يعني هي اشياء تتبنى صغيره وسهله لكن عندها منفعه كبيره خصوصا في هذه الايام هذه. بطبيعه الحال وضروري خاصها تكون وداخله في العادات الغذائيه المغربيه، وكانت تكون حاضره، ونبداو بها من الاحسن شرب قبل اللحم. بطبيعه الحال يعني شرب العصائر مثلا الان ايام فتره ديال العيد ديال العيد، يعني شرب العصائر افضل بكثير من شرب امور اخرى، وخصوصا بالنسبه للناس اللي تعانيهم بعض المشاكل، مثلا الناس اللي تعانيهم مشكل ديال فقر الدم، فتنعرفوا بان اللحم يحتوي على كميه مهمه من الحديد، وتنعرفوا بان علاش انا تنقول التناول ديال الفواكه قبل، تناول ديال الفواكه قبل ما نتناول هذاك اللحم اولا غيجيب لي الالياف اللي هضرنا عليهم قبيله وشرحناهم، ثانيا الفواكه معروفه باحتوائها على فيتامين سي، هذاك فيتامين سي شنو غادي يدير؟ غادي يخليني انني نستافد اكثر من هذاك الحديد اللي كاين في اللحم. وبالتالي في الناس اللي تيعانيو من فقر الدم شرب العصير اثناء تناولهم لهذيك الوجبه افضل
واحسن من تشرب امور اخرى اثناء هذيك الوجبه لانهم غادي يساعدهم باش يعالجوا المشكل ديالهم ديال فقر الدم. فيعني هناك مجموعه ديال الامور مجموعه ديال النقاط اللي حيت المشكل اللي تيوقع تنتناولوا اللحم بزاف. اللحم عباره على بروتينات وعباره على دهنيات وكوليسترول وبالموازات ديالو تنشربوا مشروبات غنيه كذلك بالسكريات فتولي عندنا مشكل في الجسم ديالنا. السكريات بشكل كبير لان كاللي تيشرب قرعه في النهار السكريات ما كانش كثر السكريات بشكل كبير الدهنيات بشكل كبير البروتينات بشكل كبير فبلا ما نتحدثوا على السعرات الحراريه اللي غتكون بشكل كبير اوتوماتيكمون ولكن غنتحدثوا على المشاكل اللي تقدر تنتج. فهنا من تنظر على السكريات بزاف هذا يؤدي الى ارتفاع نسبه ثلاثي الجليسيريد اللي هو اصعب من الكوليسترول. ملي غنهضر على تناول اللحم بشكل كبير بدون الياف غذائيه مشكل ديال الكوليسترول. فالمشكل ماشي في العيد المشكل ماشي في الغنمي المشكل في طريق تعاملنا معه. المشكل كيفاش حنا غادي نتعاملوا مع هذاك العيد كيفاش حنا غادي نتعاملوا مع هذاك الحولي كيفاش حنا غنتعاملوا مع الاطباق ديالنا. كاين كذلك طرق الطهي اللي هي طرق مهمه كذلك اللي خصنا نفهموها. فالناس بعض الاحيان يعني تيطيبوا تنعرف انا بعض الناس يعني تيطيب في الشحمه يعني باش ما يديرش الزبده ولا باش ما يديرش الزيت تيقول لك لا لان الشحمه تعطي البنه خصوصا ملي تيدير في الفران ومنه فيه. هذا خطا يعني كيف يعقل ان ديك الشحمه تخرج وانت تعاود تسقي بها اللحم. ف يعني اللحم تيولي كله 100% كوليسترول ما تيبقاش هناك منفعه فيه. طريقه الطهي على الفخر تاهي واش كاين شي نصائح بالنسبه للفخر؟ الناس ما يخليوش اللحم تحرق. هذيك ما تكونش كحله ما تبقاش تحرق يعني طيب ولكن ما تحرقش وما يكونش هذاك لو كونتاكت ما بين اللحم ولا الفخر ما خاصوش يكون. فباش باش اللحم طيب وما تحرقش ما خاصش الفخر يكون شاخد بزاف. واضح لان المشكل كاين في هذيك الحروقيه هنا بطبيعه الحال ممكن بعد نفوروا ممكن نديروا في فران ممكن نشويو ما كاين حتى شي مشكل ممكن نديروا طاجين غير نبعدوا من بطبيعه الحال. بعد العدس كذلك المغربيه هي تيكون القطبان ديال اللحم مثلا مع الحريره. نعم الحريره هو غذاء يعني مصاحبي في الايام نبداو بها نبداو بها نبداو بالحريره غادي نحبسوا شي شويه ومن بعد ناخذوا اللحم ماشي مشكل. انا غير ما بغيتش ما يكونش اللحم 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 طيله اليوم واللحم حيت كاين اللي تيفطر باللحم وتيتغدى باللحم. اذا انت في رايك اننا خاصنا نرجعوا لنظامنا الغذائي العادي مباشره بعد العيد؟ غتكون كميه اكبر من اللحم ماشي مشكل يعني ربما غناخذوا مثلا في الغداء غنديروا دي بروشيت ولا غنديروا الضلعه ولا غنديروا شي حاجه ماشي مشكل ولكن العشاء ماشي ضروري انني نعاود ندير اللحم. يعني نقدر ندير مثلا حساء ولا ندير حريره ولا ندير السميده ولا ندير بلا لحم. حتى الا كان ضروري غندير مثلا قطيبات مع الحريره ماشي ضروري تكون كميه كبيره. يعني باش واحد ياخذ قطيب وصافي وغمض عينيه. هذاك الجو ديال العيد يكون الدخان يكون طال مطلوق في الظهر باش ضروري هذاك الدخان ياك بطبيعه الحال ولكن ما تكونش كميات كبيره. واخا بالنسبه للاطفال واش خاصنا تنتكلموا دائما على التربيه الغذائيه. نعم. شنو العادات اللي خاصنا نربيوها فيهم يعني في هذه الايام ديال العيد؟ وجود الاضحيه في البيت هذه ضرورية لان لاحظنا بان هاد السنة بدات تغبر بعض البيوت. نعم. المغربية. نعم فانا تنظن ان وجود الاضحية في البيت ان لاننا تنسترجع الان ذكريات وماشي تنسترجع الان باقي الان يعني الان انا بالنسبة لي وجود الاضحية في البيت شيء هو ضروري يعني مسألة اللي هي ضرورية ما يمكنليش نقدر طيلة السنة نكون خارج ارض الوطن ولكن ايام عيد الاضحى ضروري خصني نكون داخل المغرب. فالوجود ديال الاضحية في البيت مسألة ضرورية. كذلك نشرحوا الاطفال بان هذه راه هي الكبدة هذا والقلب هذه هذا ونعطيه ذوق من كل شيء. مساله كذلك كاين بعض الاطفال اللي عزيز عليهم بولفاف وتياكلوا بطريقه كثيره ماشي مشكل. الاطفال ما عندناش معاهم مشكل لان الاطفال تيتحركوا. وانا كيف ما قلت لك راه ماشي هذاك بولفاف ديال نهار العيد هو اللي غيخلق لي مشكل. راه الا كان ولدك العام كامل عاطيها الفريت وعاطيها لي بيسكوي وعاطيها الحلويات راه هذيك المشكل راه طويله راه ماشي ديك اليومين ولا ثلاث ايام ديال العيد هي اللي غتخلق لنا مشكل. هذيك اليومين ولا ثلاث ايام ديال العيد تقدر تخلق لك مشكل عفوا الا حرمتيه. ولكن عطيه الدري ياكل عطي الناس الكبار ياكلوا عطي الناس اللي مراد ياكلوا بالطرق اللي تحدثنا عليها وبالقواعد اللي خصنا نحترموها. واضح استاذ نبيل العياشي تنشكرك بزاف على النصائح اللي بدون يعني بدون بكل سخاء عطيت علينا طيله هذا واجب هذا واجب نتمنوا بان المستمعين استفدوا معنا طيله هذا الاسبوع بهذه النصائح هذه وانهم داروا عقلهم في العيد هذا. عيد مبارك سعيد مره اخرى.